مجدداً عرقلت ميليشيا الحوثي تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار في الحديدة. مصادر حكومية يمنية أكدت تأجيل تنفيذ الاتفاق مرة جديدة بسبب خلافات بين الحوثيين. كان من المفترض أن تبدأ اليوم المرحلة الأولى المؤجلة منذ الأمس بانسحاب الميليشيات الحوثية من مينائي الصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كيلومترات مقابل انسحاب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر واحد، بالتزامن مع عملية نزع الألغام من المناطق المنسحب منها والتحقق من ذلك. كان عضو لجنة إعادة الانتشار العميد عسكر زعيل قال إن الجنرال مايكل لوليسغارد يقف في اختبار حقيقي ليثبت أنه وسيط نزيه وينفذ الاتفاق بجدارة ويشرف على تسليم الموانئ لإدارتها وأمنها الحقيقي.